يو الدراري، مش لكم فيديو جديد في ماينكرافت. الدراري اليوم عندي لكم شرح كيفاش تصاوب آلة حفر. كيف كتقولوا دابا انا فين ما عارف فين، خابي لكم بدي واحد مفاجاه. غنقول لكم سمحوا لي على التعطيله، وهاد السكيم ماشي ديالي حقاش داخل انا بكونت بريميوم دابا طالي واحد الدري. المهم كتقولوا دابا انا فين ولا شك بحال والو، شي واحد يعني قادر يعرفو مني يشوفو هكا. المهم ناخذ هاد البلوكا فيني بني 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 يا هيا نديرو هكا. ناري درت ناري درت. المهم دراري نخرج ونرجع لكم. المهم دراري داكشي اللي بغيت نوريكم كاين ورايا. واحد جوج ثلاثة ترا، كيف كتشوفوا هذا هو السكين ديالي الدراري. الدراري درت هاد القضية من ناحية. أول حاجة على قبل بنادم باش يعرفني أنا هو ام جي ناين، باش يقول شفر فيديو لشي واحد وجاي يديروا لينا هنايا. المهم هذا هو السكين. شوفوا الدراري قولوا لي واش عجبكم. بالنسبة للدراري اللي بغى زعما يرسم لي شي واحد هذا قولوا لي هو زوين ولا خايب، شنو الايد زعما دايره. صراحة عجبني الدراري بزاف بزاف بزاف. اللي بغى يصاوب ليه شي واحد يروح ليه جوج تصاور ديال السكين ديالو ولا اربعة تصاور، واحدة فاس وواحدة فهاد الجنب وفيها واللور والجنب الاخر. هانتوما الدراري شنو شوفو السكين ديالو من اللور ومن القدام غادي تلقاو بحال هاكا تماما من مغرات في حتى شي حاجة. المهم الدراري دابا نمشيو للشرح ونرجع ليكم. باك الدراري هادو هما المكونات الدراري كيف كتشوفوا. خاصكم رد اوبسيدين، ماشي مشكل اوبسيدين باش ما بغيتو. المهم على الاقل هذيك خمسة البلوكات اللي كيكونوا ارتفاع خاصهم يكونوا اوبسيدين. كيف كتشوفوا خاصكم عاوتاني ريد ستون كومبيراتور، خاصكم بلوكات ريد ستون و ريد ستون و ليفل و ديسبنسر. المهم داري غادي نخليكم مع عمدا صافي، غنبدا دابا نبني في داكشي. خليكم مع ميوزيك.
الدراري لا نسيتش معليتش بزاف داكشي علاش تفرقعوا دوك باش كتلقاو انت. المهم ما تنساوش الدراري تستافدوا تحطوا لنا لايك, واللي مازال ما ابونيتش ابونا, ومازال جديد في هاد القناه, وبقى نقول لكم بيس حتى الحلقه الجايه الدراري.